نائب عمدة فيينا يطالب بخطة عقوبات وطنية على القاصرين. وزيرة الاندماج تعلن عن مشروع اندماج إلزامي للاجئين. الشرطة المالية تجمع أكثر من نصف مليون يورو خلال كأس أمم أوروبا. استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرخيصة رغم تراجع التضخم. شركات الكهرباء في النمسا تحقق أرباحا خيالية العام 2023. ودراسة تظهر أبرز أسباب إفلاس الشركات في النمسا مرحبا بكم في نشرة الأخبار عن النمسا ميديا لهذا اليوم طالب نائب عمدة فينا كريستوف فيدكير بالتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين تحت سن الرابعة عشر بحزم في فيينا إضافة لزيادة ميزانية المدارس من وزارة التعليم وطالب فيدكير بزياده ألف عنصر من الشرطه وتخصيص مزيد من الاموال للتعليم مستنداً الى مساعيه لمكافحه العنف من هذه الفئه العمريه من جانبه رد بولاشيك مشيرا الى الزياده الحاليه في التمويل بمقدار 6.9 مليون يورو لمدارس فيينا و85 وظيفه اضافيه بالاضافه الى تعزيز الدعم لتعلم اللغه الالمانيه بدوره انتقد حزب الحريه النمساوي اف بي او اقتراح فيدكير بفرض عقوبات على القاصرين بينما دعمت حكومه فيينا زيادة أعداد الشرطة أعلنت وزيرة الاندماج سوزان في إطار حملة الانتخابات عن تعزيز حزب الشعب مواقفه حول الثقافة النمساوية عبر تقديم خطة جديدة للقيام بطالبي اللجوء وعرضت راب سلسلة تدابير جديدة استنادا إلى دراسة من شركة أو جي إم تشمل مراجعة قواعد التعايش في النمسا وادخال سته مبادئ اساسيه مثل المساواه بين الجنسين ومكافحه معاداه الساميه وتشمل التدابير دوره قيم جديده تستمر اسبوعا مع تقليص المساعدات الاجتماعيه للمخالفين وادراج قيم الاندماج في دعم مكتب المستشار الفدرالي وتقديم دورات اساسيه في مراكز اللجوء لتوضيح التوقعات المجتمعيه واكدت راب ان الاندماج يعني التكيف مع القيم الاساسيه الغير قابله للتفاوض قامت الشرطة المالية بعمليات تفتيش مكثفة على أماكن العرض العام مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم واكتشفت أن 131 من أصل 170 شركة خضعت للفحص ارتكبت مخالفات لقوانين العمل وسجلت 55 انتهاكا لقوانين أنظمة التسجيل النقدي حيث تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 630 ألف يورو تشمل غرامات إدارية تصل إلى وخمسين ألف يورو وأخرى مالية تصل إلى وثمانين ألف يورو وأكد وزير المالية ماغنوس برونا أن من لا يلتزم بالقوانين يجب أن تطبق عليه العقوبات مشددا على أهمية التفتيش من أجل حماية الشركات النزيهة كشفت غرفة العمال في فيينا أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار المواد الغذائية الرخيصة في يونيو مقارنة بالعام السابق بقيت الأسعار مرتفعة حيث ارتفعت بمتوسط 42% منذ موجة التضخم وتشير الدراسة إلى أن أسعار الأساسيات مثل الطماطم والحليب والبيض والأرز والمعكرونة ارتفعت بنسبة 42% وكشفت مقارنة بين السوبر ماركت ومحال منخفضة السعر أن أسعار المواد أن أسعار السوبر ماركت كانت أعلى بنسبة 11% حيث سجلت بعض المنتجات زيادات كبيرة مثل البطاطس والطماطم المعلبة بنسبة 111% و87% على التوالي أما أسعار السلع الدوائية فقد انخفضت بنسبة 15.5% في متاجر الإنترنت وارتفعت في المتاجر بنسبة 2.9% سجلت شركات الطاقة التسع في النمسا أرباحا قياسية بلغت نحو 2.5 مليار يورو في العام الماضي وفقا لمعهد مومنتم. وارتفعت الأرباح بنسبة كبيرة مقارنة بمتوسط الأرباح قبل أزمة كورونا حيث كان متوسط الأرباح السنوية بين 2018 و2021 نحو 1.3 من مليار يورو وسجلت شركة كلاك كلينتن على زيادة في الأرباح بنسبة

سجلت النمسا انخفاضا طفيفا في عدد حالات الافلاس للشركات العام الماضي حيث تراجعت من 5865 حاله في 2022 الى 5668 حاله. ووفقا لدراسه جديده من اتحاد حمايه الائتمان تركزت اسباب الافلاس على العوامل التشغيليه غير الكافيه مثل ضعف المبيعات وتنظيم تكاليف والتي ارتفعت من 29% الى 37% من الحالات في المقابل تراجعت اسباب الافلاس المرتبطه بظروف غير القابله للتحكم مثل الاوبئه والكوارث الطبيعيه من 28% الى 19% وكانت اخطاء التاسيس السبب الرئيسي للافلاس ممثله بنحو 20% من الحالات. وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم كنت معكم انا بثينه سلام امسيه سعيده والى اللقاء.